النصيحة البصرية اليوم عن الكاتاركت أو ما يسمى بالماء الأبيض، وهو عبارة عن عتامة على عدسة العين ينتج من تعرض العين للأشعة الفوق بنفسجية أو تعرض العين إلى ضربة على نفس العين أو من تناول الأدوية الكورتيزون إلى فترات طويلة، مما يؤدي إلى عتامة على عدسة العين. العلاج هي عملية جراحية وإزالة عدسة العين. ويعطيكم العافية.